مرحبا. تجبر الكوارث الطبيعية البشر على مغادرة منازلهم، وفي بعض الأحيان تؤدي تلك الكوارث لوقوع العديد من الضحايا. توقع تلك الكوارث صعب جدا ومنعها مستحيل، وفي هذه الحلقة ستشاهدون مجموعة من أخطر الكوارث الطبيعية التي رصدتها الكاميرات. سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ كانت الرياح قوية لدرجة أنها اقتلعت سقف هذا المنزل. أولئك الذين يعيشون في المناطق الجبلية يستمتعون بالمناظر الطبيعية الرائعة، لكن الانهيار الجليدي تهدد حياتهم. غادر الجميع البناية خوفا من أن تنهار بسبب الزلزال القوي. سيكون على المهندسين المعماريين والمختصين في الجيولوجيا القيام بالكثير من العمل لمنع انهيار المنازل بهذه الطريقة في المستقبل. الجيد هو أن كل سكان القرية تم نقلهم إلى مكان آمن، لكن السيول القوية دمرت منازلهم. يبدو الأمر هنا وكأن جزءا من الجبل تحرك من مكانه. لم يستطع هذا الجسر الصمود أمام السيول القوية في نيوزيلندا. في أغسطس من عام 2015 ضربت عاصفة قوية مدينة تاينان في تايوان. بدا الأمر وكأنه مشهد من أفلام الرعب. نأمل أن السائق لم يكن داخل آلة الحفر أثناء هذا الحدث. من الجيد أن انهيار التربة لم يكن سريعا مما أعطى السائقين فرصة للهروب. تبدو الفيضانات مرعبة وهي تتدفق بين المباني. غادر السائق حافلته بمجرد أن شعر بالاهتزازات. الأعاصير النارية ظاهرة نادرة جدا، صحيح أنها تحدث لبضع دقائق فقط، لكن من يراها سيتذكرها طيلة حياته. تحمل المياه هذه السيارة وكأنها زورق صغير. بعد مشاهدة هذا الفيديو ستحذفون الرحلة الجبلية من قائمة اهتماماتكم. المهم أن سكان المنزل نجحوا في مغادرته قبل وقوع الكارثة. في الغالب تتوقف حركة النقل بشكل كلي أثناء الفيضانات لأن المركبات ستتعرض لأضرار بالغة، لكن هذه المركبة لها رأي آخر. ليست المنازل الأرضية وحدها تتضرر من الفيضانات.
ما زال العلماء عاجزين عن فهم طريقة تشكل الأعاصير، لكن المتفق عليه أن تصادم كتل هوائية بدرجة حرارة متفاوتة هو أحد الأسباب الرئيسية. على سكان المنزل البحث عن منزل آخر للعيش فيه. ربما يبدو هذا المشهد جميلاً على الشاشة، لكننا واثقون أنه مرعب على أرض الواقع. في إحدى المرات تم إغلاق منتزه يلوستون الوطني بعد أن تسببت الفيضانات بتدمير الطريق المؤدي للمنتزه، مما جعل بعض أجزائه معزولة بالكامل. خلال بضع ثوان أصبحت الصخور تتدفق عبر الوادي بدل الماء. يمكن لإعصار قوي أن يدمر أي بناية في غضون لحظات. وهنا تسبب انهيار التربة بتدمير هذا الطريق. تراجع سائق الحافلة في الوقت المناسب، وإلا أصبحت الحافلة مدفونة تحت الصخر. حتى تلك الشواطئ الجميلة ليست في مأمن من الكوارث الطبيعية. لا يقدر هؤلاء المراهقون الخطر المحيط بهم، نأمل أنهم سيغادرون المكان قبل أن يسوء الوضع. الجفاف خلال فصل الصيف مع الرياح القوية يجعلان انتشار الحرائق أسرع. أحياناً يكفي أن ترفع رأسك نحو الأعلى لتعرف قوة الطبيعة. بعد دراسات علمية عديدة يؤكد العلماء أن البرق المتفرع هو صنف خاص من البرق يحدث في مناطق محددة فقط من العالم. إنه جميل ومرعب في نفس الوقت. غمرت المياه هذه المدينة بالكامل. الانهيارات الثلجية من أخطر الكوارث التي يمكن أن تحدث في المناطق الجبلية. إنها أشبه بغيوم كثيفة تغمر المنطقة. من الجيد أن الإعصار ظهر في منطقة مفتوحة، والجميع يأمل ألا يصل إلى المناطق السكنية. هذا كل ما لدينا اليوم، نراكم في حلقة أخرى. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.